مساء الخير مشاهدينا، كل سنة وانتم طيبين. أهلا بيكم في سهرة رمضانية خاصة جدا، خاصة بجمهورنا العزيز، وخاصة لأننا مستضيفين النهاردة ضيوف عندهم قدرة عالية جدا على التواصل معنا مع جمهورهم. يعني أنا مش عايزة أقول لكم أسمائهم على طول. إحنا جهزنا كأسرة برنامج رمضان على الأولى وفريق الإعداد جاهز تقرير صغير بيعرفكم، بيقدم لكم ضيوف سهرتنا النهاردة. تابعوا معنا ونبدأ على طول بعد نلتقي بالضيوف. ضيفتنا لهذه الحلقة هي النجمة الكوميدية بدرية طلبة. بدرية طلبة هي ممثلة كوميدية اكتشفها زوجها المؤلف مصطفى سالم وقدمها في أحد أعماله لتبدأ مشوارها الفني أثناء تمثيلها لدور صغير في مسرحية دوريمي فاصوليا مع الفنان سمير غانم. شاهدها المخرج رائد لبيب واختارها للعمل في برنامج حسين على الهواء لتبدأ شخصيتها الأشهر مديحة حاتم مراسلة المقالب والتي ذاع صيتها في شتى أنحاء الوطن العربي بسبب تلقائية أدائها وقربته في آن واحد. ولتبدأ بدرية مشوارها الحقيقي مع الشهرة والفن. من أهم أعمالها إمبراطورية مين، الزوجة الثانية، الآنسة مامي، وغيرها من الأعمال الناجحة. آنسة أشجان، بطلي لب ده بقى شوية واسأليها الموضوع ده هياخد قد إيه؟ How much clock؟ I think one day preparation, three day for the rest. بيقول لك يوم للعملية وثلاث سنة ما ينشف. أنت متأكدة من الموضوع ينشف ده؟ شو؟ الفنان الكوميدي علاء زينهم. علاء زينهم هو ممثل كوميدي اشتهر بجزارة مشاركاته وأعماله الفنية المتنوعة ما بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية، غير أنه ورغم نجاحه الشديد في التواصل مع المتلقي وتميزه في زوايا فن الإضحاك التي يؤدي أدواره من خلالها، ربما لممارسته فن التمثيل بعد دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية. من أهم أعماله أوبرا عايدة، زيزينيا، أميرة في عبدين، الإمبراطور، الزعيم، جحا المصري، الساحر، بوشكاش، عسل أسود، الباشا تلميذ، وغيرها من الأعمال الناجحة. النهاردة عندنا قضية المستورد بتاع مصر. بتاع ايه ده؟ ده بتاع المية المعدنية اللي وزارة الصحة رفضت تديله تصريح بدخولها البلد. طبعا البلد ناقصة مية، بس احنا خدنا منه عربون 50,000 جنيه. طبعا ناقصة كمل. في قضية النسب بتاعة ابو الوفا الجوهري. لكن ده لسه عايش؟ لحد دلوقتي لسه عايش، واخوه عايز ينسب له الواد ابن الشغالة وعطاني شيك ب100,000 جنيه. اهلا بيكم مشاهدينا مره ثانيه. زي ما شفتم ضيوفنا النهارده فنانين اختاروا يشتغلوا في مجال فني صعب جدا، مجال الكوميديا. ده مجال صعب جدا ان انت ترسم الابتسامه حتى او تدخل البهجه في قلب اي حد قدامك، اي حد حواليك، صعب. هم بقى بيأثروا في جمهور عريض، مش فرد او اتنين. معانا النهارده نقدر نقول مديحة حاتم، نقدر نقول بدرية نفسنا. طيب نقدر نقول حاجات كتير قوي. كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة. معانا فنان
رغم ان يمكن ما شفنالوش بطولة مطلقة، الا انه فعلا بيقدر عن طريق ادواره ايا كانت مساحة الدور انه يخلق حالة من التواصل مع جمهوره. الفنان علاء زينهم، كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيب. وعايز اعرف ليه بقى ما شفنالكش بطولة مطلقة لغاية دلوقتي؟ ده موضوع، وده اول سؤال هسأله لك. الاول برحب بيكم، برحب بفرقة جميلة هنستمتع معاها النهاردة. معانا المطرب حسن الزغبي، برحب بيه، ومعانا عازف الأورج الفنان شادي الشريعي. اهلا بيك، كل سنة وانتوا طيبين. طيب. نيجي بقى نقول ايه، مديحة حاتم وشخصية رغم ان يعني ما افتكرش هي نفسها كانت متوقعة نجاحها بالطريقة دي، الا ان مديحة حاتم انتشرت وحتى مؤخرا دلوقتي بقت دخلت المجال الاعلامي، دخلت على شغلتنا يعني أوه. مش سايبه يعني أوه. شويه نفسنا بقى، هنبتدي بقى نفسنا على بعضينا يا دودو. نقول يعني مديحه حاتم نجحت قوي، مش عارفه مين اللي الفها، مش عارفه هي قريبه من شخصيتك ولا ايه، يعني عايزه اعرف قصتها، عايزه ابدا بيها الشخصيه دي. هي قصتها ان انا كنت بعمل مسرحيه مع الاستاذ سمير غانم، وفضلت الاسبوع الاولاني مش لاقيه كاركتر اعمله، مش عارفه، عايزه اعفق اي كاركتر عشان عايزه ايه؟ اعفق. اعفق ده بلغتنا يعني، بلغه الكوميديانات. ايوه ايوه عايزه تعفقي اي كاركتر. اعفق ايوه. فمفيش لحد ما ايه، انا طبعا كنت لسه جايه القاهره وما احتكتش قوي بطريقه الكلام. ايوه. فالست اللي بتساعد لسه جايه من القاهره، منين بقى؟ جايه من اسكندريه للقاهره. اه للقاهره. يعني افهم ان اعفق دي اسكندراني؟ لا، هي بلغه الكوميديانات اعفق. أيوه. كاركتر. ايوه. اعفق افيه. ايوه. ف تتمكني قوي منها. اتمكن. أيوه. الداخليه يعني، لما بيجي بيقولوا على واحد يقول لك اعفق كرامي، فاحنا زيهم بالظبط. ايوه يعني. ايوه. وانا خلاص اتعودت اقول الكلام الغريب. انا عايزاني اخذ على كده، لان على فكره هي دي بدريه طلبه. الناس اتعودت مني حبيناها. على الكلام الغريب، ما تفكريش في كلامك مش كده برضو. طبعا. المهم عفقت كاركتر. ايوه. اللي هو ايه بقى، ست كانت عندي بتتكلم كده يعني، اللي هو اعملك بتشنجان، اختك سالت عليكي، طول الوقت عامله لي توتر بتشي. ايوه. فروحت المسرح بالليل، قلت يعني جمله كده، ساعدتني الاستاذه ميمي جمال، الافيه بقى يكبر، بقى دور وبقى كاركتر. تمام. اللي هي ايه، بتشرية المهتشية، كنت رقاصة وما بترقصش، طول الوقت بتقول أنا رقاصة بس ما برقصش، وعندها عاهد بقى طريقة الكلام اللي هي بقت بتشه. أيوه. لحد ما حصل نصيبه الأستاذ رائد لبيب، جه اتفرج وأخدني معاه البرنامج وعمل لي مديحة حاتم، قال لي أنا عايز نفس الكاركتر بتاع المسرح. تمام. والشخصية كانت مساعداني لأن اسمها مديحة حاتم، فيعني الاسم لوحده مساعدك. واللي ساعد في ده برضو الاستاذ رائد، لانه قال لي اعمليها لوجو، ما تحاوليش تغيري. يعني انا كنت ايه بقى، عارفه اللي هو بيحف في التمثيل، بيحف. ده تاني بيحف ازاي؟ تاني مصطلح. احنا النهارده سهرتنا طويله. اعفق واحف، ما كملناش خمس دقايق. واعفق واحف. اصباري لاخر اللقاء، اصباري. المهم، طب كنت بتحفي يعني، بتخرجي عن السكريبت؟ انا لازم اترجم اصلا. لا، هقول لك بحف ازاي. اللي هو مثلا ايه، انا المفروض بقول مديحة حاتم حجائق قبة القاهرة، فاجي في الحلقة اللي بعدها عايزة اقول ايه، مديحة حاتم حجائق، يقول لي لا ما تنوعيش، انا عايز يعني تعملي لوجو نفس الريتم ده تقولي بيه كل التليفونات بتاعتك. يعني ما تبدعيش، ما تمثلنيش يعني، ما تجوديش قوي. قال لي يعني ما تجوديش. ففعلا كانت وجهه نظره صح 100%، ان هي فعلا كانت لوجو طول ال 30 حلقه وخلاص، بقت حاله بقى. الغريبه ان احنا ما زهقناش. هو ده كان هدف الاستاذ رائد، ان هي تتحفر جوه دماغ المشاهد الاسطمبه دي. مديحة حامد حاتم. حاتم. مديحة حاتم كده اهو، من امام كشك عم عبده. ايوه. ايوه تمام. طيب الفنان علاء زينهم، دايما الكوميديانات بنبقى متوقعين ان اول ما اقعد معاهم يا سلام هيضحكني بقى، هتقع على ظهرك لورا كده، هقع على ظهري من الضحك ونقع على الارض من الضحك. فكهنيه. اكدت لي حاجه برضو انا لاحظتها قبل كده، ان لا بالعكس،
الكوميديان ده في حياته شخصية تميل للجدية جدا، بالعكس جد جدا، أشهر الكوميديانات يعني، معروف عن إسماعيل ياسين أنه كان كده، معروف عن معظم كوميديانات اللي هم فعلا بيضحكوا الناس قوي على الشاشة، أن هم في الحقيقة لا خالص، وفي بيتهم مع أسرتهم مع أصحابهم مش شرط، بالعكس ده حياتهم مليئة بتراجيديا كمان. هو طبعا ده موجود أكيد، بس أنا قبل ما أبدأ كلام مع حضرتك بس أصلح معلومة صغيرة جت في التقرير، أنا مش خريج معهد فنون مسرحية. خلاص انا سالتك السؤال ده قبل الهواء، قلت لي انا خريج مدرسه الحياه. بالظبط كده، ودي احلى مدرسه. اه ايه الحياه الهوائيه اللي هو اللي احنا عشناها في اصول الثقافه ومراكز الشباب وكده، هي دي اللي يعني الموهبه لا تدرس يعني. بالزبط. من وجهه نظري ايوه. المهم حضرتك بالنسبه للكوميديانات وكل اللي بيشتغلوا في المجال بتاعنا، طبعا احنا مش هنختلف ان دي موهبه من عند المولى سبحانه وتعالى، وهو ربنا كمان لما بيزيد رضا على الممثل بيديله حته القبول وحب الناس ليه، فالناس بتصنف خلاص، شافت بدريه يبقى لازم تبتسم، شافت علاء يبقى لازم، حتى لو بيعيط في المشهد بعد ما يخلص عياطه الناس في الاخر هتبتسم. ايوه انا اتقالت لي في الشارع يعني، كان في مسلسل كنت اشتغلته مع بدريه اللي هو صرخة أنثى يعني، لدرجه ان انا بعيط وبنهار في الاخر وبموت، وبرضه الناس ما زعلتش الا يعني صعبت عليهم، لكن في الاخر برضه ضحكوا. هو خلاص هو ربنا سبحانه وتعالى على كده. لا ربنا بس سبحانه وتعالى. بس عايزه اقول لك مع كده. الفنانه بدريه مثلا، انت عملتي، بس احنا ما ضحكناش، احنا عيطنا، انت عملتي ادوار تراجيديا. وهنا بيبقى بلاحظ برضو من ضمن الملاحظات يعني، ان الفنان الكوميدي دايما بيبقى عايز يثبت للمشاهد لا على فكره انا اقدر اعيطك، انا جامد قوي مش كده؟ انت كنت عايزه تقولي كده، لازم بقى في النص ارمي حاجه كده، انا اقدر انكد عليك. عملت يعني ده في الكابوس مثلا، نكدتي عليه في الكابوس وفي الزوجه الثانيه. ايوه لا يعني كل سنه كده برمي حاجه اقول للناس لا انا ممثله يعني، حرام مش كله ضحك ضحك، تعالوا نعيط شويه. ايوه دايما مش كده. لا انا هقول لحضرتك على حاجه يعني، انا لعبت تراجي كتير وعملته وخلصت ليه قوي واتهريت فيه جوه نفسي وانا باديه، واخد بال حضرتك برضه الناس يعني اتأثرت لكن برضه في الاخر ابتسموا وقالوا له والله كنت احنا مصرين نضحك. لا بيفتكروا لك الكوميدي اكتر. ايوه هو الانطباع اللي عنده يعني، في يعني ناس بتقول لي تعليقاتهم يقول لي يعني حتى لما عملت الشر وكنت في مسلسل الحب موتا مع ممدوح عبد العليم الله يرحمه، انا كنت سبب البلاوي اللي بتحصل له كلها، وبرضه الناس مبتسمه وانا بعمل بلاوي. مش قادره تكرهك. خلاص هو ربنا سبحانه وتعالى. هي مش مبتسمه على فكره. هي مش قادرة تكرهك. مش قادرين يزعلوا مني. مش قادرين يزعلوا منه. عشان انا بصراحة طول عمري بحترم الجمهور وما بعملش حاجة تخليني ابقى قليل في نظرهم. يعني اذا كان بعمل مثلا دراما، بعمل كوميديا، بعمل كل الحاجات دي كلها من خلال قالب احترم نفسي بيه قدام المشاهد. وحتى قدام نفسي وقدام ولادي وقدام الناس اللي انا بعاشرها كلها. فما حدش زعل مني في يوم من الايام. فبالتالي هو عشان كده في اللينك المحبة اللي بيني وبينهم ده من فضل ربنا. ايوه. طيب احنا معانا الفرقة الجميلة اللي برحب بيهم مرة تانية، احنا يعني هتسمعونا انا عارفة اغاني جميلة جدا النهاردة، انا مش عارفة انتوا مرتبين ايه نبدأ بيه، بس احنا موافقين على اي بداية، لان كل الاغاني اللي هتسمعوها معانا النهاردة فعلا رائعة، بتعيشنا حالة كده، تفهموا ايه الحالة دي لما تسمعوا الاغاني. هتسمعونا ايه؟ هبدأ لكم بأغنية من فرقة الاستاذ محمد انديل، جميل بسمه. بس احب احط قبل ما اخش فيها اعمل لكم اول كده من كلمات الاستاذ الدكتور محمود حسن يمثل الوحده الوطنيه المصريه، اتمنى يعجبكم باذن الله. اتفضل. رفع المؤذن في الحسين نداءه فتوضأت في بيت لحم مريم رفع المؤذن في الحسين نداءه
وتوضأت في بيت لحم مريم والقبتان تعانقا فهلالنا حول الصليب قلائد وتمائم يا أيها العوام عيسى قل لهم كيف الصليب مع الهلال يعظم أوليس في الدينين حرمة أنفس أوليس فوق الدين رب يرحم أوليست الزهراء أم جميعنا أولا نردد ستنا يا مريم جميل وأسمر جميل وأسمر بيت مقطع شغل قلبي بكم نظرة بكم نظرة تقول سكر ميني سكر ميتين مرة تقول سكر ميني سكر ميتين مرة جميل واسمر وطاب عنيد أقرب له يروح لبعيد جميل واسمر وطاب عنيد أقرب له يروح لبعيد ويوعدني ومالوش مواعيد ويوم ما يجيني تأخر تقول سكر بني سكر جميل واسمر جميل واسمر بيته مقطر بيته مقطر شغل قلبي شغل قلبي بكم نظرة بكم نظرة جميل واسمر لكن قاسي بيسقيني مرار كاس جميل واسمر لكن بيسقيني مرار كاس ولا بيرحم ولا يواسي ولا بيعذر ولا يقدر تقول سكر بني سكر جميل واسمر جميل واسمر بيته مقطر بيته مقطر شغل قلبي بكم نظرة بكم نظرة أحب عني وتسبي الله ولما بشوفها بدعي لها أحب عليك وتسبي لها ولما بشوفها بدعي لها يا روح عليك تسبي لها تخلي العقل يتحير تقول سكر بني سكر جميل واسمر جميل واسمر بيته مقطر بيته مقطر شغل قلبي شغل قلبي بكم نظرة بكم نظرة يا سلام الله الله بنحييكم مرة تانية حسن الزغبي وشادي الشريعي شكرا ليكم
ده احنا عندنا مواهب تانية غير التمثيل. جميل واسمر هنا رقصة وبترقص. رقصة وبترقص. لا 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 صوت. احنا عندنا اداء. ايه ده بجد؟ وبتدي تعابير لكل كلمة وحاجات كده. ده طب نغني بقى ولا ايه؟ محاولات. نغني هنا مع الفرقة نعمل. ماليش في الغنى بس الاغاني القديمة بتشدني كده. ايوه. بتلاقيني اروح معاها. لا في ودن موسيقية كمان. انت جايبة اللحن وكده يعني. مش كده؟ طيب كويس. لا جميل. انتوا اشتركتوا مع بعض في عمل صرخة انثى. ان شاء الله. مش عارفة يعني علاء زينهم ورا الكواليس نفس الشيء بدرية طلبة العلاقة اللي جمعتكوا ايه؟ يعني انا شفتكوا النهاردة. لا في علاقة قوية مع ان ده عمل واحد. بصي هو الاستاذ علاء محبوب في الوسط الحمد لله وشكرا. يعني اللي اشتغل معاه واللي ما اشتغلش معاه منتجين مخرجين ممثلين اي حد في الميديا بيحبه. انسان مؤدب محترم صاحب صاحبه فنان جامد. والله ما بقول كده عشان هو موجود. ده حقيقي. وعلى حقيقي. فكره وانت كمان ربنا يخليك. طبعًا. معروف يعني احنا مش بنجامل بعض على فكره هنا. مش بجامله والقرع يعني والله ولا بجامله. انا ممكن ما اقولش رايي خالص بس فعلا علاء زينهم بين قوسين كل اللي انا قلته ده. طب انا سالتك سؤال في الاول. بص انا مش عايزه ابدا الحلقه جد واسئله جد وليه مش بتمثل ادوار بطوله بتاع بس فعلا السؤال ده بالتحديد انا مستغربه يعني ليه. والله انا عايز بس اسال حضرتك الاول انت من وجهه نظرك يعني ايه بطوله؟ يعني انت اللي تبقى واخد مساحه اكبر في الدور. مش بالمساحه. مش بالمساحه. احنا ابطال في ادوارنا يعني بدري النهارده حضرتك لما تشوفيها في اي عمل بتطلع بالعمل فاكره بدري دي بطوله. الناس النهارده حبهم والمساحه بتاعتها بتزداد في وسط الجمهور وفي وسط الوطن العربي. ما هو ده بطوله. أي. يعني احنا بقالنا سنين بالظبط كده بنكبر بالوزنة كل يوم ملي وكل سنة حاجة بسيطة وكل فعلى مدار السنين دي كلها من فضل ربنا المساحة بتاعتنا بقت موجودة كويسة على مستوى الجمهور. أي. فده بطولة. مديحة بقى مديحة حاتم الشخصية دي نجحت قوي في الأول وفي نفس الوقت أنا حاسة أن هي الأدوار الكتيرة اللي انت قدمتيها كانت هي مديحة حاتم بس يعني في اوضاع مختلفة يعني لا خالص حسيت ان انت اتحبستي شوية. لا هو في الاول بس لما اتطلبت في ده وما كانش ينفع اقول لا لان واحدة زيي جاية من اسكندرية على طول عمرها بتشتغل مسرح ولما تجيلها فرصة زي دي ان ربنا يكرمها وخصوصا الضجة اللي اتعملت حوالين الشخصية والنجاح الكبير فبقيت الطلب واتحط في ده. جيت بقى لما حطيت رجلي صح ابتديت اقول لا معلش انا عندي كاركترات تانية كتير يعني اي مخرج يقولي اعملي لي ما اقوله لا حضرتك سيبني بقى وشوف انا عندي اللي عمل مديحة حاتم يقدر يعمل كاركترات تانية كتير وانا عندي مخزون كبير جدا من الكاركترات. انت بدأتي بالصعب. انت بدأتي بالشخصية الصعب. طب هنستكمل كلامنا بس اسمحوا لنا ان احنا نخرج لفاصل صغير نرجع على طول نكمل معاكم.